برفقة الجيش اللبناني في الطريق إلى الموقع المشؤوم. بعد جريمة قتل علي، ما عاد الموت مجرد احتمال في حسابات المخاطر الصحفية، أصبح الموت أمرا واقعا. موكب الجديد المؤلف من 5 سيارات يخترق الكرة العكارية باتجاه المنطقة الحدودية موضع الحادثة الأليمة. أكثر من 15 صحفيا ومصورا وتقنيا تتقدمهم مديرة الأخبار مريم البسام ونائبتها كرم الخياط على طريق البحث عن الجواب الشافي للسؤال الدامي: كيف قتل علي؟ مجددا حسين وعبد معا على بعد كيلومترات قليلة من المنطقة المعروفة باسم خط البترول. علي أيضا كان معهما، هو الحاضر أبدا في أذهانهما وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. هما معا مجددا ليشرحا لنا ولكم كيف ومن أين أتت الرصاصة التي قضت على أحلام بسيطة لشاب بسيط. كلما اقتربنا من الموقع كان انتشار الجيش اللبناني يتزايد عديدا وعتادا، حتى وصلنا. بعد ناقصنا كمان دخيلة. لك يا احمد ما تخوفنا بشرفك يا خي. ايه ما دورية انت بينك دوري شو بقى يا خليل؟ انت معنا معنا له شو بقى؟ دخيلك ليش وطرتونا هاي؟ ايه خلاص خلاص يا عمي انا خفت. شو في؟ شو صار يا جيش؟ عبد وحسين تحت الصدمة مجددا، اما نحن فنحاول قدر المستطاع الاستفادة من الوقت المتاح لنستعيد معهما لحظات صعبة ومجنونة، علنا نستطيع الخروج بإجابات تشفي غليلنا وغليلكم. ولنفهم الحيثيات الجغرافية للموقع المشؤوم كان علينا أن نقاربه من خلال خريطة تبين حجم انتشار القوات السورية النظامية في محيطه. فهو وكما يبين هذا الرسم، فإن القوات السورية تحيط بفريقنا من جهات 3، فيما تبقى جهة واحدة خارج سيطرة السوريين هي الجهة اللبنانية. قربت أنا عم صوت، بيقول لي قل لي طفي الكاميرا. طفي الكاميرا. طفيت الكاميرا أنا هون. طفيت الكاميرا انا هون بعد ما قال لي كان معنا طفي الكاميرا شوي. تشيل الكاميرا على كتفي وبحطها هيك. بقرب انا بوصل لهون بعد ما خلص. هيك هيك لا لا هيك 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 مثل ما هي بالضبط. في 3 بيجوا هون ورا الشجره، بشوفهم جايين هون على هذيك الشجره الحبة. بعيط لهم الدلال بقول لهم مرحبا شباب، انا فلان خيو لفلان، هون شباب القناة الجديد. بيطلعوا فينا ويطلعوا ببعض، ما في مشكله صوروا. عم شيل الكاميرا بيطلع رصاص بالجو. هالشيء حسين ورا السيارة على هالزاوية بينفضح بالأرض ورا أي وين؟ ورا عند عمود الخشب تقريبا قدام يعني شوي. صعبت النقطة اللي ما شايفها المدنيين الراكبين علينا. أنا شايفكم راكبين علينا من هالبيت الباطون وهيدا الأرمين. من هم هؤلاء المدنيين وماذا يفعلون هنا وماذا كانوا يريدون؟ لا شك هي أسئلة محيرة، على أنها لا تلغي واقعة أنهم كانوا في مرمى نيران القوات السورية، وهم حتما كانوا أهدافا سهلة لو سلمنا أنهم جهة معادية للجانب السوري. ولكن النيران السورية اختارت أن تنهار على فريق الجديد،
هن هول الاثنين بوجه الهجان صاروا بوجه الجيش السوري. ايه ايه بوجه. يعني هن مكشوفين للجيش. مكشوفين السوري. للجيش السوري بوجه. انا هون ماشي هيك قربت على الصندوق. فتحت فتحت الصندوق وحطيت فيه الكاميرا. هون كان في رصاص بالجو. قوم بطلع بفتح الباب وبنام هيك بالارض. من هاي الليلة. ايه بنام هيك بالارض انا. بطلش الباب وبنام هيك بالارض. مشان هيك انا دغري كنت واقف هون دغري زحفت فورا زحفت بطحت بالارض يعني وبلشت اسحف 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 اسحف. ارجع ارجع. وين عم يجي على الخبر؟ وين عم يجي على من قدام من قدام السياره. وين عم يجي؟ من قدام انا نايم بالارض. بعده ما انكسر الازاز اللي وراي. ارجع 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 بسرعه شوي. اوكي بسرعه 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 بسرعه. لحظه شوي. لا لك لف لف شوي. لف لف لف. وهون صرخ. لحظه هون صرخ. هذا هو الموقع المفترض أن الرصاصات القاتلة خرجت منه، أو أقله هذا ما علمت الجديد أن تحقيقات الجيش ومخابراته قد ركنت إليه. وعم بسحف وراسي على السيارة. طرقت بالعمود طرقت بالعمود. نزل منا عبد. فتحت الباب ونزلت من السيارة وركبت هيك لورا البيت. طلعت وتخبيت هون. تخبيت هون. اطمنت على حسين وينوه وعلى الشاب. رجعت جيت ركبت هيك من هون. اجت شوي مسكته بالايدتين سحبته على الارض حطيته هون ورجعت ركبت لهونيك انا وحسين ورجعت نزلت زحفت من هون. زحفت كنت زحف من هون قلب القناية كلها لهون. يعني ربنا من عنده كان مهيئ هيدي الحفرة وهيدي التلة. وضلينا هون شي ساعتين شي ساعتين ونسمع نحن ما السيارة كتير قريبة إذا بتلاحظوا. فنسمع الصوت الرصاص عم يجي على السيارة وعلى الحيطان. وفات جيب أسود ليبرتي وفات موتسيك عليه اثنين وفات فان لونه زهر بتذكر. وقفوا هون بالضبط. وقفوا عند هالعمود والجيب هون. طلعوا شباب هيون شباب طلعوا طلعوا مكانه. طلعنا وبرموا الجيب. دوروا هون دوروا هون. يعني المفروض هون تكون معلم محل برم ودوليب هون او شيء. دوروا هون الشباب صار بابهم لعنا. ركبت انا من هون نطيت بقلب الفان نمت ورياء وحسين طلع بالليبرتي. وتخبينا شوي ورا هيدا البيت هيدا شوي صغيره يعني شوي لحتى زبطنا امورنا. تخبينا بالسيارات وضلينا مكملين. هون ايه لما طلعنا من هون بعدني عم اقول له طلعنا بسيارات اطلاق نار كثيف جدا. ما هونيك في دشمه اذا بتشوفها بوجهنا. شفتها ايه. الجيش الاسكتلندي في هون. مين في؟ نجمع ما قاله حسين وعبد ونحاول ان نرسم مجرى فيتضح لنا جليا ان النيران القاتله وجميع الطلقات التي اطلقت لاحقا لا يمكن ان تكون الا من الجانب السوري. أما الباحثين عن النقطة على آخر السطر فعليهم بشهيرة التي سمي هذا المعبر غير الشرعي باسمها. في حدا من الجيش وربما قد يكون الضابط اللي هو برتبة ملازم أول هو اللي أعطى الأمر بإطلاق النار على سيارة الجديد تحديدا. هذا الضابط هو أولا يعني وردني أكثر من خبر أنه ضابط خائن خلينا نسميه للجيش السوري يتقاضى المال. وأنا مخبر الضباط عموما عنه. أصدر مختار وادي خالد الهيشي محمد درغام الأحمد بيانا توضيحيا أكد فيه أن ما جاء على لسانه في الحلقة الخاصة مع الزميل جورج صليبي ليلة استشهاد الزميل علي شعبان فرضية تحتمل الشك والاختبار. أنا عم أقول هون يا أستاذ، أنا عم أقول هون إنه الكلام هذا متجزأ. إيه؟ طب أنا عم أقول لك سمعك إياه من أول ولآخر، من وقت اللي قلت له مرحبا أستاذ جورج لحد ما قال لك الله معك كله بأكد اللي حطوني يو تي في. تمام. أي هاي معطيات. مين قال إنه شو ماله؟ ما أنت اليوم هيدي المعطيات كلها نسختها. يا أستاذ. أنت لما بتتصل بي أنا ما نسختها، أنا هاي فرضية ما زالت قائمة، أنا ما عم أقول إنه الجيش العربي السوري هو جيش منزه. يخترق ليش حتى ما يخترق؟
محى الليل كلام النهار فتراجع مختار بلدة الهيشي والمسؤول البعثي البارز أحمد درغام عن كل ما قال، تسلح بمعرفته بمكان الحادث وجهل ضيوفه به، فأمسك ورقة وقلما وراح يرسم، رسم المكان المفترض وكل ما هو محيط به، وقدم روايته التي عادت لتبدو أقرب إلى الرواية السورية منها إلى أي شيء آخر. من هنا شقت السيارة طريقها يقول المختار، وهنا ركنت، هنا المواقع السورية المقابلة لها، وهنا الأراضي الزراعية اللبنانية، وهكذا من وجهة نظره وقعت الحادثة. حاولت اتصل بالعقيد المسؤول عن الموضوع، عن العسكر اللي هناك، ما قدرت أتأمل اتصال معه. اتصلت بحدا تاني اللي هو رئيس ديوان فرق الأمن العسكري، وقال لي فورا، يعني كان كتير إيجابي. هلأ شوي يعني لقيته، يعني هو استغرب وقت اللي أنا عم بحكي معه، يعني إني ما معه خبر الموضوع. شوي وقت اللي رجعت دقيت له مرة تانية عم بيقول لي يا أخي أنا يعني فعلا مستغرب، ما في هالكلام هذا، إلا أنه هلأ من شوي صار في فعلا إطلاق نار، ولكن هذا إطلاق النار متبادل بين مجموعات موجودة بالأراضي اللبنانية وبين قواتنا. بس عادة ممكن يصير بالنهار إطلاق النار متبادل عسكريا؟ نادرا. طيب نادرا، بس أنه احتمال وارد، احتمال وارد برضو. هل يمكن مثلا مجموعة عسكرية تجي تاخذ موقع قتالي مقابل للجيش السوري، لجيش نظامي، وبأرض عسكريا حسب ما حضرتك عم توصفها ساقطه، يعني بمعنى انه هن مكشوفين لانه في موقع عسكري عالي، وتاخذ موقع قتالي وتبادر لاطلاق النار بوجود اشخاص اخرين صحفيين او غير صحفيين، يعني من الناحيه العسكريه يا سيدي، هن يعني مثل ما انا فهمت انه باللحظات اللي بينوجد فيها سياره الصحفيين، واللي هي طبعا السوريين بيقولوا يعني بيحتجوا، يعني بيعتبروها طبعا حجه رئيسيه، يعني انه ما في هاي اللوجو تبعت الميكرو او ما في اشاره على السياره بتشير لانه هذول جماعه صحافه، تبر مدني مش صحافي، هذا مو بالاراضي اللبنانيه، مدني المفروض مدني ما يوسعوا عليه، وهن بالعاده ما بيوسعوا حدا. لا لك الروايه السوريه شو بتقول؟ بيقولوا الفوقانيين اللي موجودين بالنقطه الفوقانيه انه شافوا مسلحين أطلقوا النار. أول شيء أطلقوا النار ثلاث رصاصات بالهواء، الثلاثة الماشيين عم يعطون عم بيقولون لرفقاتهم اللي عم بيأوسوا فوق وقفوا أطلاق النار، إنه هدول صحفيين إنه ما تغشوا فيهم، فهني صار في تفاهم بيناتهم إنه لا يا حبيبي نحن ما نعمل نأوس على الصحفيين، نحن أصلاً هدول ما إنه صحفيين، لأنه مجرد ما شافوا مسلح واحد هو يكفي إنه يشوفوا مسلح واحد حتى يعتبروا إنه هاي السيارة تقل مسلحين. بيطلع رصاص بداية، وقت اللي طلعت الثلاث رصاصات من هنيك بيطلع رصاص، هلأ يفترض أنه يكون بناء على المنطق اللي أنا بشوفه أنه من الأراضي اللبنانية، لأنه رصاص أجا باتجاه علي الله يرحمه تحديدا، يعني أجا باتجاه علي رصاص، ثلاث رصاصات نعم بالضبط، والرابعة كانت هي القاتلة. في هالحالة هاي صار يمكن هدول الجماعة أنا بحسب تحليلي وقفوا إطلاق النار، صار إطلاق النار كلياته من الجانب السوري وعلى السيارة. نعم على السيارة، لأنه اعتبروا هن أنه السيارة هي اللي جابت هدول المسلحين أو مسلحين موجودين بالأساس، وهي السيارة يمكن دعمت ال ليش ما صار في إطلاق نار على المسلحين؟ مين قال لك وصل؟ انه انت مثل عم تحكي حدا قذيفه ممكن تنهيهم كلهم للمسلحين او سلاح حربي رشاش يمكن او يمكن بكسة. ما هم مبينين، الوحيدين اللي كانوا مبينين عليهم هن بناء على انه مبينين المسلحين او وسعوا السياره، هن شافوا مظهر مسلح لحقوه بالنار. هلا اجمالا انت ما عم تحكي عن جيشين، ما في والله هون جيش وهون جيش، ما بيقولوا لك وين مبينين، هون في سيارة وهون في مسلحين وهون في جيش شاف مسلحين، شاف مسلح. ليش أوس على السيارة؟ بأوس على المسلح، على المظهر المسلح اللي شافه بأوس. هو أوس على المسلحين. طبعا المسلحين اختفوا لأنه هاي بتعرف أنت هاي عصابات، هذا عملية كرفر، بيأوسوا من هون بيهربوا لمدري لوين، حتى وأغلب الأحيان بيأوسوا من مكان بيكون مخفي، أوسوا على المسلحين. وبما انه اعتبروا انه السياره هي تابعه للمسلحين او جايبه مسلحين جدد يساعدين عدول، صاروا يأوسوا بشكل عشوائي. طيب بما انه هلا هذا الموضوع، عفوا هذا الموضوع اللي بياكده المسرح الحادثه.
مكان الحادث إذن، أو بالأحرى مكان السيارة لحظة وقوع الحادث، هو الفيصل. على هذه النقطة اليتيمة التقينا نحن ودرغام، فعملت قناة الجديد لتحقيقها على خطين متوازيين، خط الذهاب إلى الموقع لمعاينته وخط الحصول على صور للسيارة في مكان الحادث. وهذا مكان أظهر موقع الحادث الذي قصدته قناة الجديد برفقة عناصر الجيش اللبناني اختلافات طفيفة ولكن مؤثرة بين الجغرافية التي رسمها درغام والجغرافية الحقيقية للمكان، أهمها أن الطريق التي سلكته السيارة هو طريق متعرج وليس طريقا مستقيما كما تظهره الخريطة. ثانيا، أظهرت صور الفيديو التي حصلت عليها قناة الجديد للسيارة في موقع الحادث أن الشهيد علي شعبان قادها قبل أن يصاب مسافة 20 مترا تقريبا، بدليل أنه أدار مؤخرتها نحو الطريق قبل أن تتابع سيرها عند إصابته وترتطم بعمود الكهرباء، علما أن طريقة ارتطام السيارة به تؤكد أن خط السير الذي سلكته هو على الشكل التالي، وأن شعبان فقد السيطرة عليها في مكان ما عند هذه النقطة بدليل أنه تركها تنحرف عن الطريق. ولأن فقدان السيطرة نابع حتما من الإصابة القاتلة التي تعرض لها الزميل الشهيد، فإن إصابته ومن جهة اليسار إلى اليمين كما بات معلوما يعني من دون أي لبس أو لغط أن الدشمة السورية المواجهة له في هذه اللحظة كما تظهر الصور هي المصدر المنطقي الوحيد لإطلاق النار، بينما الأراضي الزراعية التي تحدث عنها السيد درغام كانت قد باتت خلف السيارة. بأي حال وقطعا لليقين بمزيد من اليقين، قصد فريق القناة بعض المنازل المجاورة، فجاءت الروايات جميعها متشابهة إلى حد التطابق. ما طلعت من وين إجا الأواس؟ من سوريا. كان في أواس شي من تاني ميلة من هون؟ ها؟ كان في أواس من تاني ميلة؟ لا من هون. كله من هونيك من ميلة السوريين؟ ايه. طب فيكي بس تدلينا برا شو شفتوا بعد ما خلصت القصة؟ ما احنا انهزمني خلال. وين رحتوا؟ هربنا رحت شو بتوسعوا. قد ايه ضلوا الأواس وقت؟ ضل كومة. يعني ساعة ولا أكتر؟ يعني ساعة ونص. طب هيدي المنطقة عادة بيصير فيها اشتباكات؟ بيصير فيها إطلاق نار؟ لا ما يصير، هاي أول مرة. حضرتك شهيرة؟ ايه. نحن من قناة الجديد، زميلنا زميلنا الشاب اللي استشهد من يوم السبت. والله الله يرحمه. هلا هلا. شو اسمك؟ والله ما لا والله ما بيقوسوني لحال شو سوريين يعني بيقوسوني. اي والله نحن شو في وقت فينا نقوس هذا بيت ابني، تعرف كيف نقصه شفته هون بيت رصاص هون كمان. اه فينا نقول لكم يعني ولا شيء. طب ما حد ما شافوا حدا منا يعني برا نحن. طب انت لانه بيتك قريب كنت عم تسمعي رصاص عم بيطلع من هون؟ ايه من هون. يعني هون في نكذب عليه؟ ليش ما معهم شباب انهم يقولوا انه من هون؟ بس انت كنت عم تسمعي؟ ايه ايه من غير بس اكثر شيء من هون. والله عليك عليك وين عم ياشر لي العسكريين ولا تحكي شيء. يا العسير اخذوا ما لانه قال على السيارات كمان. بس كان ما بتكون تمشوا على فكرة. يعني مريم عجل يعني أنصك يعني؟ لا لا ما حيقنس بس هو عم ياخد. شفتن عم يستنفروا انتو عم تحكي معي. طيب نحن 17 واحد عند منزلي. شهيرة الشهير حد تسمية المعبر الحدودي غير الشرعي باسمه، كان الصدر غير الرحب لأشباه الأشقاء على المقلب الآخر من الحدود قد ضاق ذرعا، فبدأ الانسحاب أسلم الحلول، خصوصا أن دماء علي في محيط المكان لم تجف بعد. وإذا كانت الرواية السورية الرسمية الخشبية تقول وفقا لوكالة سانا أن عصابة إرهابية مسلحة هي التي قتلت علي شعبان، فإن روايتنا التي نرويها من أرض المكان هي التالية: كل الرصاصات التي أطلقت على فريق عمل قناة الجديد عصر ذاك الاثنين المشؤوم مصدرها جيش نظامي يدعى الجيش العربي السوري، وكل من أطلق النار أو أعطى الأمر بإطلاقها بل وتستر على مطلقيها هو قاتل علي. أما إذا كانت سانا تسمي هؤلاء جميعا بالعصابات الإرهابية المسلحة فهذا رأيها وقد نوافقها فيه.